ممكن يكون الثنائي اللي جاي مع مصر؟ مين الفنان المصري اللي عايزه تقفي معاه ويبقى فيه كاريزما بينك وبينه كده زي اللي شفناها مع الخمس رجال؟ شوفي انا بعرفه من خلال الشاشه، ما حصل لي اني انا اتعرف على الصعيد منهم. على الصعيد الشخصي ما تعرفت غير مره على احمد عز، التقينا بدبي كان في شيء هيك والتقينا، وانا اعطي رايي من قبل. يعني انا من المعجبين باحمد عز واحمد السقا ومحمد رمضان، وفي كتير نجوم، امير كرارة، يعني في ما شاء الله عليكم النجوم عندكم، الواحد بيحتار مين بده ينقي بصراحه.